تم افتتاح مطبعة السكر الكائنة في حي السكر، واللي هي تابعة إلى مكتبة الأندلس جملة. نقوم بطباعة الكاسكيتات، طباعة الكاسكيتات وعلى التيشيرتات، ونقوم بعمل باجات البروش يعني مع الطلبة وغير الطلبة، وعمل كارتات أيضا للمطاعم، للمحلات اللي يطلبون من عندنا الكارتات، والباصات مع الأطباء، الراشيتات مالتهم هم نقوم بطباعتها، وعمل أيضا طباعة على الأقداح أو الجلاصات يعني. وكذلك مرور الوقت إن شاء الله هم على المواعين والشغلات اللي نريد عليها طباعة. لاحظنا عندكم مثلا مخلين علامة اللوجو مال القناة الموصلية على بعض الكاسكيتات والجلاصات والتيشيرتات. هاي اعتزازنا بالقناة الموصلية، وإن شاء الله تكون هاي هدية لهم يعني مناسبة هي تفتح المطبعة وتشرفتنا وجيتهم. الأسعار شلون؟ أسعار مناسبة، أسعار عندنا مناسبة، وبسعر يعني أسعار جملة، وبالأخص عندنا طلبة الكليات الدروع مالتهم وهاي تخفيضات لهم. قمنا بافتتاح مطبعة السكر الرقمية. المطبعة يعني حاولنا جهد الإمكان تخفيض الأسعار، تخفيض الأسعار وجودة عالية إن شاء الله، اللي رفع يعني رفع المعاناة عن كاهل الطلبة التلاميذ. دائما حتى مؤسسات مجتمع مدني دائما يراجعونا. نحن نختصب طباعة جميع أنواع الدعاية، الكارت، الدروع يشمل هاي دروع التخرج، دروع شهادة تقديرية، طباعة شو اسمه اللوجو، طباعة اللوجو، باجات تعريفية، باجات دلالة، يعني مثل ما تشوفون هاي طباعة الكوب، طباعة الكاسكيت. يعني نحن ارتئينا بصراحة، شفنا قناة الموصلية هي سباقة بنقل الحدث وبنقل الحقيقة، فارتئينا نخلي لوجو الموصلية على بعض التيشيرتات، على الكاسكيتات، وهذا يعني جزء قليل من يعني رد جميل لقناة الموصلية.